طب اوكي هكلمك بعدين. كارما وحشتيني جدا. حضرتك كمان وحشتني يا دكتور مصطفى. انت في مصر من امتى؟ وصلت امبارح بس. انا ابتديت اغير من الاردن اللي واخداكي مننا. والاردن بتحبك وبعتلك معايا الهديه دي. الله، ايه ده؟ ميرسي جدا، ذوقك يجنن يا كارما. بجد عجبت حضرتك؟ ايه حضرتك دي ودكتور اللي عماله تقوليها من ساعه ما دخلت؟ احنا خلاص بقينا اصحاب، وبين الاصحاب مفيش القاب. انتيل يا مصطفى. ايوه. نعم، بصراحه انت وحشاني جدا جدا. انا خلاص خدت على وجودك. انا المره دي طولت شويه مش كده؟ يعني بقالك في عمان تقريبا شهر. تقريبا كنت بدور على مشتري لمصانع بابي الله يرحمه في الاردن، و خلاص انا قررت استقر هنا نهائي. ده خبر هايل تستاهلي عليه حفله. انا كمان عندي ليكي خبر هيبسطك قوي. انا ابتديت اجراءات تسجيل المؤسسه، يعني كلها اسابيع وناخد موافقه مبدئيه وتبتدي نشاطك وقت ما تحبي. انا مش عارفه اشكر حضرتك ازاي يا مصطفى، يا مصطفى على كل اللي بتعمله معايا بجد. انا مش عارف بس انت تشكريني على ايه، ده شغلي. ميرسي. عجبني ذوقك في الارت ورك، في كل حاجه يعني. ايه ده؟ تصدق انا جيت هنا كذا مره قبل كده، اول مره اخد بالي انه عندك لوحه سيف ويلي الهروب من الجنه. انا بحب اللوحه دي قوي. تصدق وتامني بالله انا لا اعرف اسم اللوحه ولا اعرف اللي رسمها كمان. أنا كل يوم بكتشف فيك حاجات جديدة. شوية شوية تقولي لي إنك بتعرف ترسمي. ها؟ لا مش لدرجة بعرف أرسم، بس يعني تقدر تقول إني بهتم بالفن التشكيلي. كارما، أنتِ أحلى مفاجأة قابلتها في حياتي السنة دي. مش السنة دي، لأ، أنتِ أحلى مفاجأة قابلتها في حياتي كلها. مرسي. اشربي. اشرب ايه؟ اشرب اي حاجه فريش. حددي. ممكن اشرب باينابل. خلاص هجيب لك نمون بالنعناع. اللي يشوفك ما يقولش على دمك خفيف كده. ليمون بالنعناع.